طيبين بعيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان المبارك. عندي سعادة بالغة بان انا اكون وسطيكم النهاردة، والاتحاد المصري لكرة السلة والاتحاد العربي لكرة السلة. اولا بحب ارحب بالسيادة المندوبين للدول والفرق الرياضية العربية. يوم بداية او الافتتاح للقرعة، هيتم عمل القرعة لل 12 فريق المشتركين، وبناء عليه تبتدي فعاليات البطولة يوم 2/9 ان شاء الله، يوم 12/9 باذن الله. تمنياتنا بالتوفيق لجميع الفرق. قبل ما اختم كلمتي بشكر اولا رئيس مجلس ادارة نادي سبورتنج باشمهندس جمال جمال، هو بيعتذر عن الحضور، ولكن الدعم الكامل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، بخص بالشكر أعضاء مجلس الإدارة اللي شرفونا النهاردة، دكتور كريم سرور، باشمهندس عبد الحميد بدوي، بشكرهم شكر جزيل لدعمهم المستمر للنادي وللرياضة وخاصة كرة السلة. شكر طبعا لمدير النادي والمجموعة فريق النحل اللي تعمل معاه، سيادة اللواء علاء الأحمر وجميع من ساهموا في إنجاز وإخراج البطولة على المستوى اللائق بنادي سبورتنج وجمهورية مصر العربية وبلعبة كرة السلة عامة. الرحمن الرحيم، باسم الاتحاد المصري لكرة السلة أتقدم بكل التهنئة للاتحاد العربي لكرة السلة لإقامة البطولة 26 للأندية العربية، وتحية لنادي سبورتنج لاستضافته هذه البطولة، وبرحب بالإخوة مندوبي الأندية العربية. الأندية تعتبر معقل من معاقل كرة السلة في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط عموما. ففرصه طيبه ان اسكندريه تستضيف هذه البطوله، وان شاء الله انا بطمن كل الاخوه العرب ان شاء الله خلال ايام مصر هتعود للاستقرار والامن والامان ان شاء الله. فان شاء الله دي هتكون البطوله فتحة خير لنا كرياضيين وكاتحاد مصري لكرة السلة، ان احنا ندعم هذه البطولة، واحنا ايدينا في ايدين الاتحاد العربي لانجاح هذه البطولة ومع نادي سبورتنج. فان شاء الله هتكون انا عندي تفاؤل وامل انها هتكون من البطولات القوية على المستوى العربي، خاصة ان الناديين من اسكندرية هما اللي بيمثلوا مصر، نادي الاتحاد السكندري ونادي سبورتنج، والاثنين من اعرق الاندية في كرة السلة سواء في مصر. احنا بنتكلم كتير، لكن على كل اللي يهمني ان انا سعيد جدا بوجودي وسطكم، وخاصة ان احنا من اول ما بدأنا في الاتحاد العربي كنا نتمنى جدا ان احنا نسحب رجلين نادي سبورتنج، والحمد لله نجحنا اخيرا، لان نادي سبورتنج الحقيقه سمعته يعني رائعه، وخاصه في مجلس الاداره الاخير اللي احنا موجودين فيه الحقيقه يعني نشاط وبطولات واعضاء، وانا الحقيقه يعني مش عايز اقول سعيد جدا. اولا ثانيا باسم طبعا باسم رئيس مجلس الاداره سمو الامير عبد الرحمن طلال بن سعود، هو الحقيقه يعني ما قدرش يجي القرعه وكان اتمنى ان يجي القرعه، لكن اكيد هو هيجي ان شاء الله في نهائيات البطوله. هو متعود ان احنا ان هو يجي البطوله، بحب اسكندريه جدا وبحب سبورتنج جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا سعداء جدا بقيام نادي سبورتنج لاول مره بتنظيم بطوله عربيه، والحقيقه المؤشرات باينه جدا جدا ان دي هتبقى احسن.
يمكن ده مش كلامي، كلام الإخوة مندوبين الدول العربية اللي جايين، بيقولوا فعلا البوادر باينة. إن شاء الله ننجح كلنا في إخراج هذه البطولة بالمظهر ده بإذن الله. نبدأ مراسم القرعة. أولا نشارك في هذه البطولة 12 نادي وفي نادي احتياطي. نادي سبورتنج مصر المندوب بتاعه الأستاذ إبراهيم الشبكي. نادي الاتحاد السكندري أعتقد إن هم يمكن متأخرين بس اشتركوا اللي جاي. نادي أهلي سيداب وهم كلفوا الأمين العام بحضور الطاقة. نادي أهلي بنغازي ليبيا واتحاد الشرطة الليبي بيمثلهم الأستاذ عادل أحمد بلال مندوب مجلس إدارة الاتحاد الليبي ومندوب عن النادي. نادي الساحل الكويتي المندوب بتاعه فالح المطير نائب رئيس النادي. نادي السد القطري والمندوب بتاعه أحمد محمد عبد الوهاب. نادي الفتح في السعودية يمثله الأستاذ محسن محمد. نادي المجمع البترولي الجزائري ويمثله الأستاذ مهجوم عبد الكريم. نادي دهوك العراقي طبعا ظروفهم كلفوا الأمين العام بحضور الفرق. نادي النهضة في المغرب نظرا لبعد المسافة الكبيرة يعني برضو كلفوا الأمين العام بحضور الفرق. نادي أهلي صنعاء بمندوب بتاعه عبد الكريم راشد كلهم موجودين الحمد لله. يعني عندنا 12 نادي أنا قلت عليهم وفي نادي بصفة احتياطية لأنه هو بعت لنا الموافقة وقلنا له إن الموافقة متأخرة شوية في حالة اعتذار نادي من ال 12 هو هيتحط بداله في الجولة. رسم القرعة حسب نظام الاتحاد العربي بنستبعد النادي المنظم للبطولة وهو نادي سبورتنج وكذلك نادي أهلي بنغازي اللي هو حاصل على البطولة السابقة. يبقى دول ناديين بعيد عن القرعة. لائحة الاتحاد العربي بتقول ما ينفعش ان احنا نحط ناديين من دولة واحدة في مجموعة. عندنا سبورتنج مع الاتحاد السكندري فمش هيخش معاه في المجموعة. ومعانا اتحاد الشرطة الليبي لان هو بطل ليبيا واهلي بنغازي هو اللي حاصل على البطولة السابقة يبقى برضه هنستبعد اهل اتحاد الشرطة بيه. اختيار الفريق الاولاني حد ممكن يجي ولا نادي دهوك العراقي هنشوف هو موقفه ايه هيروح عليه مجموعه المجموعه الرابعه رقم أربعة نادي الساحل الكويتي نادي الساحل الكويتي خد كره من هنا خد كره من هنا المجموعة الأولى رقم 2 جزائر نادي المجمع البترولي الجزائري المجموعة الثالثة ترتيب رقم 3 المجموعة الثانية ترتيب رقم 3 أهلي صنعاء اليمن أهلي صنعاء على مهلك المجموعة الأولى رقم 5
المجموعة الأولى رقم 5 نادي السيب العماني. نادي السيب العماني. المجموعة الثانية رقم 4. المجموعة الثانية رقم 4. المجموعة الثانية الرقم 2. المجموعة الثانية نادي السد القطري. المجموعة الثانية رقم 5 النهضة المغربة. المجموعة الثانية الفتح ده نبدا من الاثنين خد بالك الفتح السعودي مجمع البترول الجزائري السيب العماني السد القطري كابتن باعي فتح زعل بي نعم الثاني ثاني ثانية المجموعة الثانية نادي سبورتنج هيتصدر المجموعة الثانية نادي سبورتنج هيتصدر المجموعة الثانية في هذه الحالة سيكون نادي الاتحاد السكندري رقم 6 في المجموعة الأولى أما المجموعة الأولى فهيتصدرها نادي أهلي بني غازي وهيكون رقم 6 في المجموعة الثانية لحال الشرطة الليبية.